أثابكم الله. يقول السائل: قال الرسول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. السؤال: هل المقصود بقبل العصر قبل الفريضة أم قبل دخول وقت العصر؟ أثابكم الله. لا، بعد دخول الوقت وقبل الفريضة. إذا دخل وقت العصر أو سمعت الأذان فتصلي أربع ركعات نافلة قبل صلاة العصر. نعم.